للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، 48 يوما تاريخ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبدء سريان الهدنة كما تم الإعلان يوم الجمعة غدا، برأيك ما سيكون عليه الحال في اللحظات القادمة وكيف ستتم سريان هذه الهدنة بالشكل الأمثل بين الجانبين؟ نعم، يعني طبعا مأساة بعد يعني الشهر الثاني على التوالي من دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كنا نأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن يعني هذه خطوة صغيرة جدا، ولكنها يمكن البناء عليها وتوسيع هذه الهدنة لكي تكون عدة أيام وتطوير هذا الموضوع إلى وقف كامل لإطلاق النار. يعني مصر بتبذل جهود كبيرة جدا مع كافة الأطراف الدولية ومع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل وقف هذا العدوان، ولكن إسرائيل مستمرة وموغلة في هذا الحرب ومستمرة في هذا العدوان الظالم على قطاع غزة. يعني منذ اللحظة الأولى للحرب مصر أكدت بأن إسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية، وقامت إسرائيل لو نتذكر بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني لعدم دخول المساعدات ووقف الممر الاقتصادي الإنساني بين العريش وقطاع غزة، ولكن مصر قامت بإصلاح هذا الجانب وقامت بإدخال المساعدات منذ اللحظة الأولى. نعم. ثم دعا الرئيس إلى عقد قمة القاهرة للسلام، وبالتالي يعني مصر منذ اللحظة الأولى وهي تبذل مساعي حثيثة لوقف هذا. وما زالت الحقيقة الجهود المصرية مستمرة سواء في ثوابت تخص الدولة الفلسطينية وإقامة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أو فيما يخص المسار السياسي وأيضا الجهود على قطاع غزة لوقف إطلاق النار واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية. يعني برأيك هذه الوساطة المصرية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين كيف تكون بمثابة الحشد للمجتمع الدولي سواء في المواقف المصرية العربية أو المواقف المصرية العربية الإسلامية باتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة؟ يعني مصر بترى أن هذا الذي يحدث في قطاع غزة هو خطر ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل هو خطر أيضا على الأمن القومي المصري. يعني موضوع تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، ومصر حذرت منذ اللحظة الأولى بأن هذا التهجير هو يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، لكن إسرائيل أعطت لمصر تطمينات، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعطت لمصر تطمينات، ولكن الواقع على الأرض يشير إلى عكس ذلك. إسرائيل تقصف الشمال من أجل نزوح كل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة إلى الجنوب، وبالتالي هي في المؤتمر الصحفي بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بيأكدوا أن بعد انتهاء الهدنة سيتم الاتجاه إلى جنوب غزة. طب جنوب غزة الفلسطينيين هيروحوا فين؟ الفلسطينيين هيروحوا، يعني أنت عايز تخلي مصر في الأمر الواقع، وبالتالي هنا مصر حذرت. وكان الاجتماع الثنائي بالأمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني من أجل تنسيق المواقف حول هذا الموضوع، لأن إسرائيل هناك مخطط لتهجير السكان الفلسطيني من قطاع غزة، وهناك مخطط أيضا بعد ذلك لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية، وهذا المخطط قديم حديث ويتم الآن بكل منتهى في الإعلام وكل وسائل، حتى الحكومة الحالية أعلنت أكثر من مرة بأنه إذا لم يكن هناك تهجير قسري سينجح، يمكن أن يكون هناك تهجير طوعي وأن يكون هناك ممرات آمنة إلى قطاع غزة. نعم، لكن أستاذ صلاح، يعني دعني أتحدث مما هو مؤخرا حول المباحثات المصرية لحل القضية الفلسطينية والاتصال الهاتفي الذي تم ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. اتفاق في المواقف ظهر بعدم تهجير الفلسطينيين قسريا وبأهمية تطبيق الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها. يعني فعلا يعني مصر بتبذل جهود كبيرة جدا مع لأن الجانب الأمريكي، احنا كنا الأول بنقول الجانب الأمريكي هو جانب منحاز إسرائيل، الجانب الأمريكي أصبح شريك أساسي مع إسرائيل. القنابل التي تقصف بها غزة هي القنابل الأمريكية في الصنع، يعني غزة بتقصف بألف
قنبلة يوميا، القنبلة بتزن طن، 1000 طن بتنزل على قطاع غزة أكثر من 45 يوم الآن، وقذائف أمريكية تصطنع يعني تسقط على قطاع غزة. كل الخبراء الاستراتيجيين بيأكدوا بأن هذه القوة التدميرية لهذه القنابل تفوق القنابل الذريرة التي ألقيت على اليابان. وبالتالي إحنا بنقول للولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الوزارية العربية التي تم تشكيلها من القمة العربية الإسلامية وبها السيد وزير الخارجية المصري، نعم، وذهبت إلى الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والآن في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العمل مع الإدارة الأمريكية لوقف هذا الحرب، وعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي برئاسة الصين، وستحضر هذه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية هذا الاجتماع من أجل التأكيد على وقف إطلاق النار. يعني البند الأساسي على هذه اللجنة هو وقف إطلاق النار. وطبعا يعني مصر في يعني الرئيس بيأكد في كل كلماته وكل اتصالاته مع المسؤولين الأولوية لمصر في المرحلة الحالية هي وقف إطلاق النار. ومصر طبعا رحبت امبارح خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس والرئيس الامريكي، رحبت بالهدنه الانسانيه وطلبت من الولايات المتحده الامريكيه توسيع هذه الهدنه عده ايام اخرى والعمل على اطاله امد هذه الهدنه تمهيدا لوقف اطلاق النار. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي صلاح جمعه نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط.